أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله في كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. سبحانك إلهي ما أعظمك. سبحانك إلهي منزل الكتاب ومجري السحاب العزيز الوهاب. سل ابني آدم حينما قتل الأخ أخاه فعجز عن دفنه فبعث الله له الغراب. وسل زكريا عليه السلام عندما دخلت عليه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وسل مريم عندما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وسل أيوب عليه السلام عندما ابتلي بألم في مفاصله فأقعده عن العمل فشخص له العلاج، ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وسل السيد المسيح عيسى ابن مريم عندما انتفض من على ذراع امه ورد على الكون كله قائلا اني عبد الله اتاني الكتاب. اصلي واسلم وابارك على الرحمه المهداه والنعمه المزداه سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيد الكونين، يا علم الهدى، يا بحر جود لا يكف عطاه، يا بلسما يسفي الجروح حنانه، يا ناطقا للحق ما أبهاه. جعل النعيم لمن يحب محمدا، أكرم بأحمد جل من رباه. من لليتامى والأرامل كافله، من باسم رب العرش قد قرن اسمه. صلوا عليه يا مسلمين وسلموا، إن النبي قد صلى عليه الغلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم من هذه الليلة القرآنية المباركة التي نودع فيها الأم المربية الفاضلة، فنسأل الله لها في ذات الرحمات والمغفرة أن يجعل ثواب ما نقراه في هذه الليلة هدية لها في قبرها. تقدم بوافر من الشكر والتقدير نيابة عن جميع الأسر والعائلة الكريمة، وخالص الشكر والتقدير لحضراتكم ولجميع مشارك العزاء. استضافت هذه العائلة الكريمة أعلام دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية. يحضرنا فضيلة القارئ السيد طه محمد النعماني، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي
وقارئ مسجد عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة. ما يحضرنا أيضا فضيلة القارئ السيد محمد علي عبد الصمد عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي. يحضرنا أيضا فضيلة القارئ السيد سعيد عبد الرحمن قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي. فهيا بنا نستفتح بالذي هو خير القرآن الكريم من داخل إحدى قصور الفراشة العالمية والإنارة الذهبية والهندسة الإذاعية والخدمة الفندقية أولاد يونس ببلاص محافظة القليوبية. هيا بنا نستفتح بالذي هو خير القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأن إنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها
ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم
والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما تغشاها فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما فتعالى الله فتعالى فلما أطلت دعوا الله ربهما لا.
فتعالى الله فتعالى ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن
ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ألهم أرجل يمشون بها ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم فكيدون فلا تنظرون إن ولي الله إن ولي الله إن ولي الله نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون Thank you.
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وبالعفو وأمر فاستعذ إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمنعونهم في الغي ثم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال واذكر ربك وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه يسجدون. الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته
الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحون ويسبحون ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة
ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أسس الإسلام وقواعد الدين لا تكون إلا بطاعة الله وطاعة سيدنا رسول الله، لذا قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فقالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، سعدنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة، مقيم بمحافظة القاهرة. في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نودع فيها الأم المربية الفاضلة فقيدة عمان عائلة معوض باسم أبنائها الكرام الأستاذ عادل جلال معوض والأستاذ محمد جلال معوض، أستاذ سعيد جلال معوض والأستاذ أحمد جلال معوض، وباسم حبيب أهل القرآن الأستاذ عادل معوض، وجميع الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا. قدمونا بوافر من الشكر والتقدير للسادة عمد ومشايخ البلاد وكل من شرفنا من السادة القضاة والمستشارين، شاكر لحضراتكم ولجميع مشارك العزاء. نقلت هذه التلاوة من داخل أحدث الفراشة العالمية والإنارة الذهبية والهندسة الإذاعية والخدمة الفندقية، وهذا القصر الذي كمل وجمل على أكمل وجه، دارة أولاد يونس ببراس محافظة القليوبية. أشكر أيضا الحاج أحمد سنجر صاحب القهوة العربي، مهندس أحمد الجعبري الذي ينقل لنا هذه الليلة عبر التواصل الاجتماعي. أيها السادة الحضور الكرام، شكر الله سعيكم جميعا.